فاتح عكيل لعبة طويلة جات حسن ساس تلعب على طول ممكن حتها ضاعت العالم والجول جول هدف على طول عن طريق 21 فعلا إمري بيسجل هدف تركيا الأول في الدقيقة 10 منذ بداية زمن الشوط الثاني من المباراة. خلنا نشوف الحركة البطيئة وفعلا دهشة الجماهير التركية والجمهور التركي فعلا فرحان ومستانس على أساس طبعا أن تركيا تتقدم بهدف. إذن إمري يضع المنتخب التركي في المقدمة وبهدف جمل بعد أن لعبت من حسن ساس وصلت لإمري لعبها وكمل عليها بيمينة على شمال حارس المرمى محرز منها أول أهداف المنتخب التركي. واحد تركيا الآن لا شيء كوستاريكا. شوف انفعالات المدرب هذا المدرب الله أكبر غونيز فعلا سينول غونيز يتفاعل تماما مع الهدف الأول.